دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هكذا ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يأطر نفسه على هذا الأمر، يبتعد عن الشبهات ليضع لنفسه سياجا يأمن معه ارتكاب المحرمات. إذا وقع بيدك شيء أنت بحاجة إليه اختبر نفسك في هذا المقام، تجد متاع سيارة في كيفية عقدها شبهة، حتى عند بعض طلاب العلم يقع في يده الكتاب النفيس النادر فيكون في عقده شيء، يترك هذا الكتاب الذي وقع بيده بعد أن تعب عليه وحرص عليه وبحث عنه سنين، أو هذا سيدع هذا البيت الذي ما صدق أنه يوقع العقد. هذه أمور يعني فيها منازعة في النفوس وفيها مشادة فيها جذب وأخذ ورد، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.